يا سادة، احنا الادمان في الحقيقة مش بيدمر بس اللي بيملكه الانسان، لكن للأسف الادمان ده بيدمر الانسان اذا قرر الانسان ان هو فقد السيطرة. صحيح الادمان بيبتدي بالاستسلام النفسي والجسدي للاعتماد على المواد المخدرة، ويحس الشخص بعد كده ان حياته كلها بقت متوقفة على هذه المواد وما يقدرش يعيش من غيرها. الكلام ده كلام كله وهم. الادمان مش بس لازم نقول كده، احنا عندنا كمان حاجات بعد اللي اتكلم عنها السادة المتخصصين، احنا كمان عندنا حاجة مهمة جدا، ان في حاجات بتكرس الادمان في مجتمعاتنا وبتدعم الادمان في مجتمعاتنا. ان احنا نعرف ان الادمان ده حالة مش بس بتتوقف على ادمان المخدرات وعلى تناول المخدرات، لكن في اشكال كتيرة من الادمان زي ادمان التسوق وادمان الحب اللي بيوصل للشخص ان هو يتملك شخص، زي ما احنا شفنا في جرائم القتل دي، ان واحد حاسس انه تملك انسان فهو مش قادر يسيبه، فهو اما يكون معاه او ينتهي او ينهي حياته، زي ما بيحصل كده. زي ادمان العلاقات السامه كمان، ان في ناس بتدمن العلاقات السامه، زي ادمان المواد الاباحيه كمان ومشاهدتها والاستمرار عليها اللي بتفسد حياه الانسان سواء كان متزوجا او كان غير متزوج. وادمان وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كمان في ادمان، وخلاص سجلت في علم في الدراسات النفسيه ان في حاجه اسمها ادمان السوشيال ميديا. وكمان ادمان العلاقات المحرمه والعادات المحرمه. لازم نقول ان احنا كبشر الانسان المعاصر زادت فيه سمات بتزود وكمان بتساعد الادمان، لازم نواجهها. انا بوجه خطاب الان لكل المتخصصين في عالم علم في عالم العلاج النفسي وكمان في الدراسات الاجتماعيه، لازم نعرف ان في سمات في الانسان بتساعد على الادمان، زي زياده الفردانيه وزياده المزاجيه وزياده التشكك وزياده المظلوميه وزياده الاحباط وزياده الحساسيه والعشوائيه. كل ده مع المشاكل الاسريه والمشاكل البيئيه، كل ده بيزود احتماليه الادمان. فاحنا محتاجين نتحالف جميعا عشان نقدر نعالج الهشاشه الانسانيه اللي بتخلي الانسان يفقد سيطرته ويضطر ان هو يقع في براثن الادمان. خلوا بالكم، الادمان مش بيخلي الانسان يخرج من ضغوطه ووجعه، الادمان بيزود الوجع ويسجن الانسان في صوره ضيقه لا يستطيع ان هو يخرج منها. على فكره الادمان مش بيخليك تنسى الضغوط، الادمان بيخلق ضغوط جديده عليك وعلى اللي حواليك، ويخلي الضغوط دي تقطع علاقاتك وتحس ان انت بقيت انسان شبح وبقيت انسان متوحش، بتفسد كل العلاقات اللي بينك وبين اهلك وبين احبابك، وبتحسسهم ان انت بقيت انسان كتير وعبء وانسان شرس في حياتك معهم. اكتر حاجه بيسلبها الادمان للانسان هو انسانيته نفسها، ويفقد ارادته ويصبح الانسان مسلوب الإرادة. تعالوا نقول شوية حاجات بسرعة ناخدها باعتبارها مسعفات مش مسكنات عشان نقدر نتعامل مع قضية الإدمان. أول حاجة لازم نعملها وإحنا بنواجه الإدمان في البيوت، حاجة مهمة جدا جدا جدا، إن إحنا نخلي بالنا من احتواء أولادنا. لازم نحتوي أولادنا. كتير من الناس بيروحوا، الناس تدمن وتبتعد عن بيوتها لأن هي محتاجة ان هي تعرف ان هم محتاجين احتواء. كمان اولادنا محتاجين كتير قوي ان احنا نبعدهم عن مشاكلنا عشان ما يهربوش من مشاكلنا ويروحوا للادمان. احنا محتاجين كمان شوية حنية وحكمة في التعامل مع متغيرات المجتمع اللي احنا فيها. احنا كمان محتاجين نقرب من اولادنا ونكون في ظهرهم مهما حصل، ونشعرهم بالتقبل لانهم ولادنا. وما ننساش ان احنا ممكن لو اي حد من اولادنا حصل له اي صورة من صور الادمان، ممكن نشوف الرقم الساخن اللي احنا ممكن نتصل بيه بشكل صحيح عشان نقدر ناخد المشورة الصحيحة عشان نقدر نعالج اولادنا. ونفضل دايما بنقول ان الانتباه والاحترام والتقدير والقرب من الاولاد اهم وسيلة للقضاء على الإدمان. خلوا مسافاتكم قريبة من أولادكم عشان تكونوا حصنهم الأول من مصيبة الإدمان اللي هي في الحقيقة بتهدم الإنسان. يا رب
نسألك المدد والرحمة، ونسألك يا رب إن أنت تجعلنا في خير حال عشان نقدر نواجه كل هذه المدمرات اللي هي في الحقيقة لا تساوي شيئا في كرمك وجودك ومددك. اللهم إنا نسألك مددا يذهب كل بلاء، ونسألك مددا يجعلنا من السعداء يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. نسألك مددك واجعلنا يا ربنا في الصالحين والطيبين الذين تقبلهم في كل وقت وحين يا رب العالمين.